انت بتتكلم يا حمار. دول عيالي المتعبين واجعين دماغي لامهم ليل نهار. خد الله ده اللي عامل مشاكل كبيره في كل حته. ينفع كده؟ ما بتسمعش الكلام خالص زي ما انتوا شايفين طبعا. ايوه شايفين ايه؟ هما بياخدوا البيتزا دي صح؟ ها هتاكلوا ايه يا اولاد؟ كل واحد ليه رأي. بيتزا تاكل ايه ليك اهو؟ مكبوني. انت هتاكل ايه يا معاذ؟ هاكل ماكدونالدز. طب احنا عند جاد هناكل في ماكدونالدز ازاي؟ في ماكدونالدز قدام. ها في ماكدونالدز يا بابا قدام يا بابا. تعالي يا لقاء قدمي. لا انت قدمي نفسك. عرف نفسك يا كابتن. انا مستردر. انا فارس مش عامل حاجه. فارس مش عامل حاجه ده اسمك؟ ها يعني ده. وانت عرف نفسك. طب انت اسمك ايه؟ قول لي اسمك ايه؟ اسمي مصطفى. مصطفى انا اسمي مصطفى. اسمك ايه؟ اسمي انت. عايز فين؟ ماليش مكان. كان سنة ما اسمعهاش كده. طب احنا هنفضل كتير كده؟ طب اوعى خلاص. عايش من زمان ساكن فين؟